الله الرحمن الرحيم. هذه ابن قيمها مشان شروشها تربط في الأرض. بسم الله الرحمن الرحيم. هل يكتب لكم الدين الجاكين؟ يلا أفسي 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 كداش إن انتماء على الأرض بنمسك الأرض مسك فيها أكثر جذورها مثل جذورنا ستبقى راسخة إلى الأبد وتصبح كل موسم كل أسوان أحد إيه؟ توقف وتخبط عليها مشان هيك تضبطها. أيوة نمسكها هيك الله يرضى عليك. كان عملها جورة. طبعا بمناسبة يوم الأرض وتخليد الدين لشهدائنا الستة اللي وقعوا في الجليل زرعنا تثبيت لهذا الأرض وتخليدا لهذه الأرض شجرة زيتون. إضافة لذلك لابد من ذكر هؤلاء القرى، طبعا قد ننسى بعضها لكن موجودة في أذهاننا وفي قلوبنا ذكراهم كلهم. فبالتالي عندنا شجر زيتون رايحين نذكر أو نسمي كل شجرة باسم هذه القرى، القرى الجليلة. هذا اليوم نخلد به ذكرى يوم الأرض، وليس يوم الأرض هو كل يوم في فلسطين هو يوم الأرض، ليس يوما مارا. فنحن في كل يوم نحترم هذا اليوم، نتذكر شهداءنا، نتذكر أرضنا، نتذكر حيفا، يافا، نتذكر سخنين، نتذكر كيف هبت الهبة من أهلنا في 48، هم الذين حملوا مشعل النار وانتشرت تلك الهبة. وسيبقى ذكر الأرض قائما إلى يوم الدين، ستتحرر هذه الأرض وإسرائيل إلى زوال، ولن يبقوا، سيضطروا إلى الرحيل قريبا إن شاء الله. نحن أصحاب الأرض ونحن الذي سنزرعها، نحن الذين سنزرعها ونخلد ذكراها وتبقى في قلوبنا إلى الأبد. نحن الآن في مدرسة بنات عنبتة الثانوية للبنات، نحيي يوم الأرض وذلك بزراعة زيتون. الزيتون رمز الصمود والثبات والتجذر في فلسطين. القصة بيننا وبين اليهود متركزة في الأرض فقط، ونلاحظ مصادرة اليهود للأراضي كل يوم بعد يوم وإقامة المستوطنات. كل هذا إن شاء الله بإصرارنا وثباتنا وتجذرنا سوف يزول إن شاء الله. ويسعدني في يوم الأرض، في ذكرى يوم الأرض 35، أن نلتقي في رحاب هذه المدرسة المعطاءة، نلتقي باسم المثقفين، باسم الشعراء، باسم الأدباء، باسم الذين رووا لشعبنا قصة هذه الأرض كما روت الأرض أيضا قصة شجرة الزيتون الراسخة. لهذا أتحدث باسم هؤلاء المثقفين، باسم مديرية الثقافة في محافظة طول كرم التي أخذت على عاتقها كما أنها تعمل على إحياء القلوب وعمرانها بالأدب والثقافة، آلت جهدا على أن تعمر الأرض أيضا التي نقيم عليها بزراعة هذه الشجرة المباركة. لقائنا اليوم في ذكرى يوم الأرض في مدرسة بنات عنبتة الثانوية، لقائنا كان في بدايته زراعة مجموعة من الأشجار، وكان زراعة شجر ليوم الأرض، زراعة شجرة يوم الأرض وزراعة 10 أشجار لعشر قرى من داخل 48 اللي هي كانت انطلاقة يوم الأرض الفلسطيني في عام 1976. كان في عندنا 6 شهداء في هذاك اليوم، وهذا يوم من أيام اللي بتمر على أبناء شعبنا الفلسطيني. لن ينتهي يوم الأرض الفلسطيني طول ما هو في احتلال، فيجب زوال الاحتلال عشان إزالة يوم الأرض، يعني يبقى يوم الأرض هو في ذاكرتنا وخالد.